نتحول الآن بالرادار إلى السودان، حيث بدأ نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان ديجالو زيارة إلى جنوب دارفور برفقة مسؤولين آخرين وقيادات أمنية. تهدف الزيارة إلى الوقوف على أبرز المستجدات والأوضاع في الولاية بعد أن شهدت هجمات على قرى أدت لمقتل 11 شخصا وإصابة آخرين، هذا فضلا عن نزوح نحو 25 ألفا. للمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا خالد عويس. خالد، إذا كيف تبدو الأوضاع الآن على مستوى دارفور على خلفية هذه الزيارة، وما الذي ينتظر من هذه الزيارة أيضا في هذه الظروف؟ نعم إيمان، رئيس لجنة الأمن في ولاية جنوب دارفور وهو والي الولاية طبعا بطبيعة الحال كان قد استبق زيارة ميدانية له للمناطق المتضررة بتصريحات أكد فيها أن الاستقرار عاد إلى هذه المناطق بنسبة 90%، ثم أعقب ذلك بزيارة ميدانية. اليوم طبعا توجه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق دجلو إلى هذه المناطق، يرافقه في هذه الزيارة مسؤولون من الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة وكذلك من النيابة العامة. تشكيلة هذا الوفد يعني تقول بوضوح إن الزيارة يعني ذات طابع أمني بحت لجلب الأمن والاستقرار إلى هذه المناطق، خاصة منطقة بليل، محلية بليل التي تعرضت 11 قرية فيها من أصل 15 قرية لهجمات وحرق جزئي أو كلي، أدى ذلك إلى مقتل 11 شخصا وجرح 21 آخرين ونزوح نحو 25 ألفا. السلطات السودانية كانت قد نشرت نحو 57 مركبة عليها نحو 400 من جنود الجيش ودعم السريع والشرطة والمخابرات العامة. إيمان، طبعا لا بد من التذكير والإشارة إلى أن مناطق عدة في دارفور ما زالت تشهد بين الحين والآخر هجمات من هذه الشاكلة على خلفية نزاعات قبلية أو على خلفية هجوم ميليشيات بناء على أسباب اقتصادية أو أسباب إثنية في بعض الأحيان. عموما إيمان، يعني نستطيع القول إن الأوضاع رغم توقيع اتفاق سلام جوبا قبل نحو عامين إلا أن دارفور لم تشهد استقرارا كاملا بعد. نعم. إيمان، نعم، شكرا جزيلا لك. إذن من الخرطوم مراسلنا خالد عويس.